بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. طلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم الفصل الرابع اللي هو Magnetic Force Material and Inductance، اللي انتهينا به بالجزء الأول، وصلنا إلى النفاذية المغناطيسية. النفاذية المغناطيسية هي يعني خاصية من خواص المواد المغناطيسية، اللي على أساسها أنا أقدر مثل ما شفنا بالفصل القبل، على أساسها أنا أقدر أقسم هذه المواد إلى بارا مغناطيسية، دايا مغناطيسية، فيرو مغناطيسية. وهذا الشيء ينتج منين؟ ينتج من ثنائيات القطب المغناطيسي اللي موجودة بالمادة المغناطيسية. فحتى نعرف التمغنط اللي هو الام الماجنتايزيشن، وفرضنا انه ضمن هذه المادة اكو ثنائيات قطب مقيدة، وهذه الثنائيات راح يتولد من خلالها تيار نسميه bounded current، اللي هو هاي الصب هاي البي، هي من كلمة bounded، وbounded هو مقيد. زين، فاذا اخذنا مساحة تفاضلية في هذه المادة مقدارها دي اس، فهنا راح الام اللي هو عزم ثنائي القطب المغناطيسي راح يكون هو عبارة عن الاي مضروبا بالدي اس. فلو فرضنا انه هذه المادة تتكون من مجموعة من الثنائيات مقدارها ان لكل وحدة حجم تفاضلي دلتا في، فاذا راح يكون التوتال magnetic dipole هو عبارة عن summation من i يساوي لنا واحد الى n دلتا v، لان هاي الان هي واحد على متر تكعيب، يعني عدد الثنائيات لكل متر مكعب. لو فرضنا هذا ابعاده واحد واحد واحد، فهذا راح ينطينا واحد متر مكعب. فإذا اشقد عدد الثنائيات الموجودة في هذا الحيز التفاضلي لمقدار دلتا في، فإذا راح يكون هذا هو المجموع الكلي للثنائيات القطب. فإذا راح نعرف الماجنتايزيشن اللي هو يكون عدد الدايبولات لوحدة الحجم عندما يقترب هذا الحجم من الصفر. فإذا هذا هو الام اللي هو التمغنط. هذا الام التمغنط هو مسؤول عن المجال المغناطيسي، مثل ما انه الشحنة هي مسؤولة سواء كانت سالبة او موجبة هي مسؤولة عن المجال الكهربائي، فهذا هو مسؤول عن المجال، وهو يكون السورس بالنسبة اليه. فاذا فرضنا انه هذا التيار اللي يقطع مسافة، يعني إذا رجعنا إلى قانون أمبير، شو يقول قانون أمبير؟ يقول H دوت دي ال يساوي لنا I، هذا التكامل المغلق، يعني التيار اللي حول هذا المسار المغلق هو ناتج من تغير هذا المجال المغناطيسي حول هذا المسار اللي مقداره دلتا ال. فإذا هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي التوتال كرنت هو مجموع الثنائيات اللي مضروبة بالمساحة لوحدة طول، هذا ينطيني كرنت، هذا ينطيني كرنت هنا. فإذا راح يكون الاي بي هو يساوي لنا ان دي اس في دي ال دايبول، هذه راح تكون مسؤولة عن هذا التيار المقيد. فإذا خذينا طول تفاضلي، وهذا الطول التفاضلي دي ال يمر
يمر بتيار تفاضلي، فإذا راح ينطينا هذا عدد الكلي لي أو التيار الكلي اللي راح يكون هو عبارة عن M، هذا قلنا إحنا التمغنط مضروب في DL. فإذا الـ IB على close contour راح يكون M dot DL. هذا إذا نريد نشوفه هو تقريبا مشابه للـ I تساوي H dot DL اللي هو هذا قانون أمبير. قانون أمبير. فهنا نشوف يعني عملية الترصيف للثنائيات اللي راح تصير بالمادة، هذا هو الـ I وهذا هو الـ DS اللي يكون عمودي، وهذا هو الـ M عزم الثنائي اللي يصنع زاوية مقدارها ثيتا مع الـ DS، فينطينا هذا الـ IB. هذا الـ IB اللي هو الباوندد، اكو تيار أصلي اللي هو راح يكون على السطح نتيجة للموصلات، فراح يكون الـ I total هو عبارة عن الـ I bounded زائد الـ I اللي هو نتيجة لوجود الـ، ويكون هذا هو المؤثر في بعض الأحيان. فإذا هذا القانون اللي هو يعني خلينا نقول modification of Ampere law. لأن قانون أمبير شو يقول؟ يقول ال H dot DL يساوي لنا ال I، فال I total راح يساوي لنا أقسم ال B على ميو نوت dot DL تعطينا ال I total اللي هو عبارة عن ال bounded current و ال يعني التيار الأصلي اللي هو جاي لنا من القانون أمبير الحلقي نتيجة لوجود الكوندكتر. فإذن راح يكون ال H هو عبارة عن H ناقص عن M، وبالتالي راح أحصل على أضرب الطرفين في ميو نوت، فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ميو نوت H يساوي إن B ناقص عن ميو نوت M، أنقل هذا لميو نوت فراح يطلع عندي عامل مشترك، ف هذا راح يكون H زائد B يساوينا مجال المغناطيسي. فإذا راح يصير عندي ثلاثة تيارات، تيار bounded اللي هو نتيجة للدايبولات المقيدة بالمادة، والتيار كلي اللي هو مجموع هذه التيار مع التيار الأصلي نتيجة لوجود لاحظ الكوندكتر على السطح. فإذا التوتال كرنت راح يكون هو عبارة عن قانون أمبير اللي هو التغير بالمجال الكهربائي على طول تفاضل معين ينطينا التوتال كرنت اللي موجود. فإذا باستخدام الدايفيرجنس ثيوري نرجع هنا، هذه استخدمها جي دوت دي اس، هاي راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا دل دوت العفو الستوك ثيوري دل كروس جي دوت دي اس، وهذه هنا راح يساوي لنا دال كروس جي تي، هذا جي بي العفو دوت دي اس، وهذا راح يكون جي دال كروس جي دوت دي اس، هذا باستخدام الستوك ثيوري. لاحظ فحصلت على هذا. اذا انا اللي يفيدني اللي هي هذه الكيرل اوف H اللي هي معادلة ماكسويل الثانية، عندي دل كروس E يساوي لنا DB إلى DT، وعندي هذه المعادلة اللي هي إذا أريد أكملها راح هذا تساوي لنا سيجما E زائد D إلى DT إذا أريد أكملها، وإذا ماكو شحنات فهذا الحد راح يكون يساوي لنا صفر، يعني إلكتروستاتيك جاي يتعامل. فإذا إذا أرجع إلى الـ M إيش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا XM اللي هي التأثيرية المغناطيسية اللي هي عبارة عن ميو R ناقص عن واحد
وهذا الميو ار هو الريليتيف بيرمابيليتي، يعني النفاذيه المناطيسيه المؤثره. فاذا هذه هنا الميو تساوي لنا الميو نوت في الميو ار، وبالنسبه للفضاء الميو ار يساوي لنا 1، لذلك الميو مال الفضاء تساوي لنا ميو نوت. وهذا هنا بصورة عامة للأوساط المختلفة. فإذا تعاملنا مع الفراغ هذا راح تصير فقط راح تصير ميو نوت. نجي إلى الحدود الفاصلة. شروط الحدود، الشروط الحدودية عندما تكون هذه magnetic material وهذه magnetic material أخرى، فعندما ينتقل المجال الكهربائي بين هذا الحد الفاصل بين هاي المادتين، شروط الحدودية هنا إذا عندنا المنطقة الأولى والمنطقة الثانية، فهذا لاحظ هذا ds وهذا ds، واحنا قلنا دائما الدي اس تكون عمودية دلتا اس. فاذا هنا حتى نستخدم قانون امبير او ناخذ الفيض اللي هو البي دوت دي اس، هنا يساوي لنا صفر. وهذه منين جاية؟ جاية من دال دوت بي يساوي لنا صفر، ايضا معادلة ماكسويل اللي هو الدايفيرجنس. فاذا هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي b1 دلتا s1 ناقص b2 دلتا s، نفسها هي هذه نفسها دلتا s يساوي لنا صفر. اذا حامل مشترك، اذا b1 يساوي لنا b2. هذا يعني انه المركبه العموديه للفيض المغناطيسي راح تكون مستمره، في حين اذا ناخذ هنا هذه هو الان مالتي، وهذه هنا الان 2 وهذه الان 1. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي من قانون امبير الاتش دوت دي ال اخذ دل كروس العفو دل كروس اتش يساوي لنا جي. اذا دل كروس h دوت دي اي او دوت دي اس ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا ال h دوت دي اس h دوت دي اس. هذه هنا استخدمت الدايفيرجنس ثيوري، فاذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هذه هنا هذا ال دبليو وهذا h على 2 وهذا h على 2. اذا اخذ هذه الحلقه حلقه امبير هذا راح يعكس هذا، فراح يبقى يشتغل عندي بس هذا العمودي، يعني عندي دل كروس فساين ثيتا ساين 90 يعطيني 1. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي w هذا التانجنشال للمنطقه الاولى والمنطقه الثانيه دوت t اللي هو العمودي على التانجنشال. فايش راح ينطيني؟ راح ينطيني h2 ناقصا h1 في w. هذا ايش يساوي؟ يساوي لنا i او تساوي لنا k اذا خذيناها على شكل ستاب. فهنا عندما تقترب هذا اذا الكي مالتي هنا راح تصير W في H على مود اخذ مساحة، زين، وهنا ال W تروح ويا ال W يبقى J في H، واذا J في H راح ينطينا K. فاذا راح نشوف انه المركبة المماسية للمجال الكهربائي مستمرة ومسؤولة عن التيارات، في حين المركبة العمودية هنا راح تكون غير مستمرة إلا بنسبة، يعني هنا أنا عندي ميو 1 H يساوي لنا ميو 2 H2. إذن
هذا راح يؤدي لنا ان ال H2 شو تساوي لنا؟ تساوي لنا ميو 1 على ميو 2 في H1، اذا راح تكون مستمرة بمقدار هذا التغير، راح تكون مستمرة بمقدار هذا التغير. ونفس الشيء بالنسبة اذا اجينا على التمغنط، فهنا التمغنط راح يكون عندي ال M2 اللي هي ساي M1 ميو 1 تساوي لنا ساي ساي M2 ميو 2 M2، وايضا هنا راح يكون مستمرة بمقدار او بهذا المقدار. وبالتالي فهذه هي الشروط الحدودية للمجال المغناطيسي والفيض المغناطيسي عند الحدود الفاصلة ما بين وسطين مغناطيسيين، وسط رقم واحد ووسط رقم اثنين. نجي للدوائر المغناطيسية حتى نقارن الدوائر المغناطيسية مع الدوائر الكهربائية. احنا عندنا الجهد، عندنا تيار، عندنا فولتية، عندنا يعني طاقة. فإذا نجي لل E اللي هو المجال الكهربائي اللي مسؤول عنه الـ V، كذلك بالدوائر المغناطيسية أيضا قلنا أنه يساوي لنا دل صب أم. هنا الـ V وحداتها فولت، في حين هنا الـ V وحداتها أمبير، وحداتها أمبير. كذلك وجدنا أنه فرق الجهد بين سطحين متساويين الجهد AB هو يساوي لنا التكامل من A إلى B على الـ E دوت DL. كذلك نفس الشيء هنا بالنسبة للـ VM، هنا راح يكون هو عبارة عن ملف عدد لفات N يمر بي تيار مقداره I حتى ينطينا هذا الـ V صب M. كذلك بالنسبة للقانون أوم، قانون أوم قلنا سيجما E تساوينا J، في حين هنا عندنا الفاي اللي هو الفيض راح يكون هو عبارة عن الـ B دوت DA ويساوينا ميو H دوت DA. فإذا هذا راح ينطينا التيار، وايضا هذا ينطينا المقاومه الار. احنا قلنا لو كان عندنا ماده بها ريزيستيفيتي ودي اوفر اي، هذا ينطينا مقاومه سلك معين. نفس الشيء بالنسبه للمغناطيس راح يكون دي اوفر ميو في A، هذا إذا كانت المادة المغناطيسية متجانسة في هذه الحالة. فإذا الدوائر المغناطيسية نقدر نعاملها معاملة الدوائر الكهربائية في حالة أنه تكون خواص هذه المادة هي خواص متجانسة وخطية، لأن إحنا في بعض الحالات مثلا من نريد نتعامل مع دوائر كهربائية وخصوصا قانون أوم، قانون أوم اللي هو السيجما فيه، نقول انه النسبة بين التيار والفولتية نسبة ثابتة وتساوي لنا R بثبوت درجة الحرارة. فإذا ما ثبتت درجة الحرارة الخطية راح تفقد هذه الدائرة، يعني لو أخلي في هذه الدائرة ترانزستور أو أخلي بيها دايود أو أخلي بيها فتيل يتوهج هذه، فهنا الخطية راح تنفقد من هذه الدائرة، وما ممكن أن يعني أحكم على أنه هذه القوانين هي ثابتة. وبالتالي فهنا راح يصير عندي شذوذ عن الخطية في معاملة الدوائر الكهربائية، وكذلك معاملة الدوائر المغناطيسية في حالة كون انه المادة غير مطاطة. وبالتالي راح نشوف انه عندما ندرس العلاقة بين التيار المغناطيسي التيار والمجال المغناطيسي، راح نشوف انه يوصل لحد معين بعدين يصير بيه ساتوريشن.
هذا أنه ندرس العلاقة بين المجال الكهربائي وما بين التيار اللي هو عبارة عن N في I اللي هو تكامل مال H دوت دوت دي A. ففي الدوائر المغناطيسية أنه نشوف هناك ما يسمى بحلقة الهسترة اللي تكون بهذا الشكل، وهذه حلقة هسترة مثالية، يعني انه المادة تبقى تحتفظ بالمغناطيسية مالتها الى ما النهاية، في حين احنا عندنا هذا الشيء لا، ما راح يصير، وانما تصعد وتوصل الى هذا الحد وبعدين ترجع وهكذا الى ان تفقد هذه المادة مغناطيسيتها. وهناك موجود امثلة بكتاب هايت على هذا النوع من الدوائر، يعني واحد من عندنا هذه دائرة مغناطيسية، موجود ملف هنا وهذا الطول مالته كذا والطول مالته كذا، واكو فجوة هوائية ما بين هذا القلب الحديدي، وتستخدم في كثير من التطبيقات مثل الفجوة مثلا التيب ريكوردر، مثلا الهيد اللي يقرأ البيانات من القرص الصلب او من القرص السي دي، هذه هنا نصير عملية حث، وبالتالي ممكن ترجمة هذه السيجنالز إلى داتا. نجي إلى قانون فاراداي. قانون فاراداي هو أنه إحنا من نحرك مادة موصلة ضمن مجال مغناطيسي راح يتولد قوة دافعة كهربائية على طرفي هذا السلك. فهذه التأثيرات المغناطيسية للتيار، وراح يكون التغير بالفيض هو المسؤول عن توليد هذه الإلكتروموتيف فورس. نفس الشيء بالنسبة للمغنيتو موتيف فورس اللي هي احنا قاف دال كاف، هنا نسميها قاف دال ميم اللي هي القوة الدافعة المغناطيسية، نفس الترتيب. فهذا هو قانون فاراداي، انه التغير بالفيض ينطينا قوة دافعة كهربائية، وهذا هو على اساس عمل الجنريتر. هذا هنا العملية معكوسة، انه الدور هذه في مجال فتنطي قوة دافعة كهربائية، وهذا هو قانون هذه الصيغة التفاضلية وهذه الصيغة التكاملية لقانون امبير. هذا نفس الشيء، نفس الترتيب، انه بس تتحرك هذه على فيتولد عندنا مجال مغناطيسي، وتتولد عندنا، وهذه راح تتولد قوة على هذا الموصل اللي هو يتحرك بسرعة مقدارها V اللي هي تحكمها قوة لورانس. هذه أمثلة موجودة بالكتاب. هذا مثل ما قلت لك المثال هو الاي سي جنريتر، هذا هنا الهيد شلون يقرأ، مثل ما قلنا هاي الفجوة اللي يستخدمونها. الحث المغناطيسي هو يعني البرامتر الأخير من برامترات الدائرة المغناطيسية اللي هو عبارة عن التغير بالفيض. يعني إذا فرضنا هذه مجموعة لفات، فهذه اللفة الواحدة هي بها فيض واحد، ولكن N من اللفات راح تعطيني N فاي، هذا راح تعطيني توتال الكلي، أقسمه على التيار راح ينطيني جد الحث اللي راح يصير. هذا يسمونه الحث الذاتي self inductance اللي هو يعتمد على عدد اللفات، يعتمد على كثافة الفيض المغناطيسي الموجودة في هذا. فنلاحظ هنا انه كثافة الفيض تتناسب طرديا مع التيار المار خلال هذه اللفة، وبالتالي ثابت التناسب هو الحث الذاتي، وبالتالي راح نحصل على انه الال تساوي النفاي. هاي للفة واحدة، لمجموعة من اللفات نضربها في N. نجي إلى الحث المتبادل. الحث المتبادل هو تغير ما بين التيار I1 و I2
دائرتين عندما نكون هو ال M21 يساوي ان ال N2 phi 21 على I1. وهذا هنا التأثير بسبب بالملف الثاني بسبب التيار الأول عندما يكون ال I2 يساوي لنا صفر. وإذا نريد نعكسها أيضا هذا راح يكون ال L11 وهذا راح يكون ال L12 وهذا ال M12 وهذا ال M21. هذا ال M21 و M12 واحد عكس الآخر، هذا هنا يصير اثنين وهنا يصير واحد اثنين، وعندنا احنا ال M12 يساوي ناقصا ال M21 يساوي لنا. وتعريفه انه المجال المغناطيسي المتولد في الملف الثاني عندما يكون ال I1 يساوي لنا صفر، او المجال المغناطيسي المتولد بالملف الاول عندما يكون ال I2 يساوي لنا صفر. هذا هو الحث المتبادل، وإلى عدة تطبيقات من عدها المحولة اللي هي محولة رافعة للجهود، محولة خافضة للجهود، وهكذا يعني كثير من التطبيقات في مجال الدوائر الكهربائية والدوائر الإلكترونية. شكرا جزيلا.